قيم. إذن عبادة الشهرة لما تكلمنا نحن أول شيء المشهور لابد يكون مع الله سبحانه وتعالى. المشهور عشان تكون شهرة عبادة لابد يكون مع الله. يكون مع الله أمام الشاشة وخلف الشاشة، هذه واحدة. الثانية يكون من الصادقين وما يكون من الكاذبين. يا الذين آمنوا اتقوا الله، يا الذين آمنوا كونوا مع يا لا استغفر نسيت الآية. لكن المشهور ما يكذب. المشهور المفروض ما يكذب، المشهور لازم يكون من الصادقين. إذا أولى قلنا المشهور أول شيء لابد يكون مع الله، ثاني لابد يكون مع الصادقين ولا يكذب، ويكون مع الصابرين. إيش هي الثلاثة أنواع الصبر اللي قلناها اللي المفروض تطبقها المشهور؟ أول شيء صبر على طاعة الله، لابد يصبر يتصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، لأن المشهور تسهل عنده المعصية، ويصبر على الأقدار. إذا يصبر عنده نوعين من الصبر مهمة لابد يطبقها المشهور اللي هي أو المشهورة، الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وكل ذو نعمة محسود، وإذا أتته نعم الله سبحانه وتعالى لابد أن يصبر، فصبر هذه النعم بالشكر وأداء شكرها بحمد الله والثناء وأن هذا النعمة التي أتته من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرقم كم دحين قلنا؟ رقم واحد إيش؟ مع الله. اثنين يكون من الصادقين ما يكون من الكاذبين. ثلاثة إنه يكون مع الصابرين. الرابع يكون مع المتقين، أن يكون من المتقين. المشهور إيش ما كانت شهرتك لابد أن تكون مع المتقين، لابد أن تكون مع المتقين، فتجعل دائما بينك وبين عذاب الله وقاية، وتسارع في الخيرات وترك المنكرات. الأمر الخامس المشهور لابد أن يكون راضي في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ما يكون متسخط يقول إيش هذا، أنا إيش هذه القيود، ليش أنا لازم أسوي كذا، طيب المشهورة الفلانية قاعدة تعمل والمشهور الفلاني قاعد يعمل وأنا لا. لابد يكون إيش؟ راضي تمام الرضا، لأنه مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل شهرة كانت مع الله مصيرها الخلود، وكل شهرة كانت مع الهوى والنفس مصيرها الانتهاء والفناء. ومن يريد أن يذكر بخير تكون شهرته مع الله، ومن لا ومن يريد أن يذكر بسوء وشر فتكون شهرته مع نفسه. السادس والأخير مع المشهور، نحن قلنا أنه في دائما في عبادات نحن نعملها ما هي ذكر لله سبحانه وتعالى، ولا هي سباء ولا هي سجود ولا هي صلاة ولا هي قراءة قرآن. العبادات اللي هي إذا هذه الشهرة أنا قصدت فيها العمل فهذه إيش؟ عبادة، فأصبحت هذه الشهرة عبادة، إذن لا أخلطها بما يغضب الله سبحانه وتعالى. المشهور هذا اللي ماسك الجوال وماسك السنابة وقاعد يتكلم عن الطبخ وكذا، إذا كان استرزق بهذا الرزق رزق حلال فهو في إيش؟ في عبادة. مو شرط يقول للناس يلا سموا بالله، ولا يقول لهم لا ترموا الأكل الزايد، المهم طلع بالسنابة وقال وتكلم إني وقال للناس حاجة كويسة وجامشي، هذه عبادة. طبعا اللي يبي ياخذ أجر زيادة يذكر الناس بالتسمية، اللي بياخذ أجر زيادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا قرب إلى الله زيادة يقول لهم لا ترموا الأكل الزايد، يعلمهم كيف يسوي الأكل على القد، هذا اللي يبغى الأجر الزيادة. لكن الأصل إنك أنت قاعد تعمل بتسوي هذه الشهرة اللي هي عيش عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنها عملك ومصدر رزقك. لا هذه في ليش في افعل، تذكر ان احنا قلنا في اول حلقه افعل ولا تفعل.